اعترف. انطلق الشوط الخامس من هذه الأمسية، شوط الخيل العربية الأصيلة، انطلاقة متأخرة للجواد آديلو توالي أحمد حسن الجهني. إذا نشوف الصدارة الآن، والمركز الأول نشاهدها مع الجواد رقم 4 الجواد كاي دي سولي في المركز الأول وفي الصدارة، المتابعة على المركز الثاني لنوي الموري لسيد مبارك علي النعيمي، ثالث المراكز مع غشم لأستاذ الشقب ريسنج مع فالح بغنيم، المتابعة على المركز الرابع للجواد بحر الجسرة لناصر سعيد العيدة، المركز الخامس الآن من الجهة الخارجية لهلال ديلا جلوري لأسادة مربط المجد يقوده سالم العجمي. سادس المراكز الآن يأتينا الجواد بالشعار الأسود والأحمر جولين ديبوي لنايف بتال العتيبي. سابع المراكز الشعار الأصفر نيرا نينا دي سولي للمهندس حسن علي العبد الملك. أخيرا وليس آخرا لدينا أديلوتوا لأحمد حسن الجهني. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، كاي دي سولي لخليفة حسن الجهني على الصدارة وعلى المركز الأول، المتابعة لغشم في المركز الثاني غشم لأسادة الشقب ريسنج. التقدم الآن من الجهة الخارجية للجواد بحر الجسرة لناصر سعيد العيدة، التقدم من الجهة الداخلية لنوي الموري لمبارك علي النعيمي في تقدم جيد. الاندفاع الآن يأتينا من قبل الجياد، ونشوف الصدارة والمركز الأول مع الجواد بحر الجسرة على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولة تأتينا من كاي دي سولي في محاولة جيدة الآن، كاي دي سولي والصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد بحر الجسرة على الصدارة وعلى المركز الأول. كاي دي سولي في المركز الثاني، المركز الثالث الآن نوي الموري وغشم أيضا، ولكن بحر الجسرة على الصدارة وعلى المركز الأول لناصر سعيد العيدة بكل رياحية على المركز الأول وعلى الصدارة. كاي دي سولي في المركز الثاني، نوي الموري في المركز الثالث، ولكن سباق لرأس واحد ألا هو الجواد بحر الجسرة. تهانينا وألف مبروك. And the official results for the fifth race of the evening. The winner, horse number one, Bahar Al Jazra, owner Mr. Nasser Said Al Eida, trained by Jassim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento. Second horse number four, Kaida Soleil, owner Mr. Khalifa Hassan Al Jahani, trained by Mohammed Al Ghazali, ridden by Abdullah Faisal. Third horse number five, Noel Mori, owner Mr. Barak Ali Al Naimi, trained by Mohammed Al Ghazali, ridden by Salim Al Murray. Fourth horse number eight, Nina du Soleil, Elm Engineer Hassan Ali Abdel Malik, trained by Rebbe Mountain, ridden by Jefferson Smith. And in fifth place, horse number two, Gasham, Elm El Shegeb Racing, trained by Eric Le Martinel, ridden by Farley Bourganet.